بروح الفانيله الحمراء سريعا انضم لي الكابتن محمد يوسف. طبعا المدير الفني ببارك لك يا كابتن يوسف. النهارده مجهود كبير بذل، كنت بتكلم مع كابتن سيد، كان في تجهيز نفسي بشكل كبير جدا منك ومن كابتن سيد، لان الامر كان صعب مع اللعيبه، لعيبه كبار موجوده، لكن الظروف المحيطه كانت فريق النادي الاهلي خلت ان في مجهود كبير جدا للجهاز الفني. حابب تقول النهارده على الجيم وبتشوف الاداء النهارده ازاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك طبعا للنادي الاهلي واللعيبه والجمهور. احنا كنا محتاجين فوز، يعني زي ما قال لك سيد، احنا كنا شغالين بشكل نفسي جامد جدا، كان في فقدان للثقه بعد هزتين ورا بعض، البطوله الافريقيه ثم البطوله العربيه ثم خساره المقاولين في بدايه مشوارنا تاني ان احنا عودتنا للدوري. النهارده الحمد لله الفوز ده هيدي ثقه الفتره الجايه، دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان احنا يعني مهم جدا ان احنا نؤكد ان ثقتنا في اللعيبه عاليه، اذا كان في تدعيمات دي موجوده ودايما موجوده في النادي الاهلي، وانا باكد ان دايما النادي الاهلي كل سنه لما بيكسب دوري او بيبقى عنده فترات انتقال سواء صيفيه او شتويه بيدعم طبقا للمراكز وطبقا لرؤيه الاجهزه الفنيه. لكن في نفس الوقت لعيبتنا محتاجين ثقه ومحتاجين تدعيم ومحتاجين ان احنا ندعمهم، مش عايزين نلتفت للكلام اللي بيحاول ان هو يهز اللعيبه ويهد اللعيبه، وكل ده هيجي على الفرقه وحاجات ممنهجه. انا مش عايز اتكلم طبعا، لكن احنا قادره يعني الناس خلاص بقى عندها وعي دلوقتي، الموضوع السوشيال ميديا وان نهد في اللعيبه ونكسر في اللعيبه دي حاجات ممنهجه ومن ناس من مصلحتها ان الفريق او النادي الاهلي يقع، فطبعا عشان يوقعوا بيوقعوا من خلال فرقته. يعني انا باكد طبعا ان احنا النهارده الفوز ده هيستثمر ان شاء الله الفتره الجايه بشكل كويس جدا. بحيي اللعيبه النهارده، ادينا جيم، انا شايف ان كنا ممكن نستغل الفرصتين ثلاثه اللي جولنا، سواء ناصر ماهر في الشوط الاول او كره ازار الشوط الثاني او الكره اللي ايمن اشرف انفرد بيها واتعملت بالعرض. الثلاث فرص دول كنا ممكن، بتروجيت انا مش شايف اي فرصه ليه وما كانش في اي فرصه خالص. ان شاء الله نبني على الفوز ده، ثلاث نقاط مهمين جدا، والمشوار لسه الدوري طويل. يمكن اتكلمنا مع اللعيبه اديتهم امثله قبل كده، احنا لينا نموذج في 96 و97 كان فرق 13 نقطه وقدرنا نعوض، ودي مهمه جدا ان لازم الاجيال تبقى عارفه، وكان ساعتها الفوز بنقطتين والتعادل بنقطه، فانت شوف بقى لما بتعوض فرق 13 نقطه في عدد مباريات اقل. النهارده انت قدامك عدد كبير قوي من المباريات، بتتكلم في حوالي 26 مباراه او 27 مباراه، يعني عايز اقول ان فرصه لسه الدوري موجود، لسه نقدر نشتغل ونقدر نرجع تاني لمكانتنا الطبيعيه ان شاء الله.